مثل ما قلنا انه تحية العلم هي من الاشياء الجميلة اللي احنا نتذكرها من احنا صغار. حنروح لهذا التقرير ويا عبد الحميد السامراء وراها نتناقش وراء الكواليس على موضوع تحية العلم انا وجواد واسيل، وراها نرجع وياكم نكمل فقراتنا. مدرسة النشيد الوطني كل حي. اعتادت مدارس سامراء على إقامة فعاليات تزرع في قلوب التلاميذ حب الوطن والانتماء إلى الأرض والتفاخر بمجد بلد سطر أروع الأمثلة بالإنسانية والعلم والمعرفة وعلم البشرية كتابة أول حرف على وجه الأرض ألا وهي رفعة العلم. في جميع مدارس قضاء سامراء تقام فعالية مراسيم رفع العلم لما لها أهمية في نفوس التلاميذ والطلاب في مدارسنا. هذه الفعالية هي تعبير عن حب الوطن، حب المدينة، حب المحافظة، حبنا لبلدنا. هذا الرمز، العلم الرمز لحضارة العراق، لشموخ العراق، حب الطالب لوطنه، كله تعبير عن الحالة التي نعيشها. وهذا يعني الحقيقة ليس جديدا على قضاء سامراء وعلى مدارس قضاء سامراء، بل هي من المدن المتميزة بوطنيتها وحبها للوطن واحترام العلم ومراسيم رفع العلم في مدارسنا. الكوادر التدريسية أولت اهتماما كبيرا بهذه الفعالية، فجعلت من يوم الخميس كرنفالا للاحتفال برمز العراق وساحة للتميز بين الطلبة من أجل رفع مستواهم العلمي. دائما كل خميس نطلع طالبات المتميزات من أجل أن حتى نحفز الطلاب الآخرين في سبيل الجد والنشاط وأن يكونون يعني مثابرين والتشجيع. كذلك استحدثنا أيضا نقطة أخرى، دائما التكريم مالتنا للطلبة، الطلبة اللي يكون مستواهم متميز نعطيهم هدايا حتى اللي مستواه ضعيف، دائما نقدم له هدية لأن هو يحتاج أكثر من عندنا دعم وتشجيع حتى نحفزه إلى أن يكون مستوى أعلى. كل خميس طالبة تقرأ قصيدة العلم، ليست نفس الطالبة اللي كل خميس تقرأ، إنما يعني كل خميس تقرأ غير طالبة، في سبيل نساعد إنه كل الطلاب يحفظون قصيدة العلم. وأيضا أدنا نلاحظ إنه الصور قبل كان أدنا السادس فقط اللي يقرون النشيد الوطني، إحنا عندنا مدرستنا كل الطلاب من الصف الأول جميع المراحل يقرون النشيد الوطني، يعني مو بس فقط السادس، إضافة إلى إنه إحنا عندنا توزيع هدايا للطلاب المتميزين، إضافة حتى الطلاب اللي مستواهم في تحسن، ليس فقط متميزين، إنه في تحسن مستواهم نحاول نرفع من قدراتهم. الطلبة جعلوا من رفعة العلم عنوانا لنشاطهم وإبداعهم، وأحبوا أن يظهروا تفوقهم في ساحة مدرستهم ويتسابقوا لنيل شرف رفع علم بلادهم الذي أحبه وترسخت معاني الحب في قلوبهم. طبعا يوم الخميس هو يوم مفضل عندنا وكلش مميز عندنا، لأن دائما نصر به رفعات العلم ويطلعون الطلبة المتميزين والمجتهدين، ويعني أيام المفضلة أنه نرفع علم بلادنا نشرف بهذا الشيء. طبعا يوم الخميس يوم مميز جدا عندنا لأن راح نرفع علم بلدنا لخروج الطلبة المتميزين في مدرستنا وتحفيز الطلبة الضعيفين على أن يجتهدوا لخروجهم خميس الأسبوع القادم، ويشرفنا أن نقرأ النشيد الوطني لوطننا ونرفع العلم. تبقى فعالية رفع العلم نبراسا ينير طريق الطلاب، فمع رفعه وعلوه وشموخه عنوانا لعز وكرامة العراق. لقناة سامراء الفضائية مصطفى السامرائي، سامراء.